الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. الكلام إن شاء الله بإذن الله اكستندد بعد ما اتكلمنا عن الفاريابلز، المفروض نتكلم عن أنواع البيانات اللي بتتحط في الفاريابلز ديت، عبارة عن إيه؟ الجافا سكريبت يا جماعة أز سكريبتنج لانجوج بتتعامل مع أنواع مختلفة من الداتا تايبس، تقريبا هم 6 أنواع: نيوميريك وسترينج وبوليان ونال وأنديفايند وسيمبل. ده الإصدار الجديد من 2015 تقريبا على حد متابعتي. طيب فينا نبدأ بالنوع الأول اللي هو بيكون عبارة عن النمبر. النمبر يا جماعة ده بيتعامل مع الأرقام من اسمه، بمنتهى البساطة لما تيجي تعرف متغير من نوع نمبر كل اللي انت محتاجه انك يعني تعرف المتغير ديكلاريشن، تعمل علامة الإسناد يساوي وبعدين تحط الرقم بشكل مباشر من غير ما تحط قبل منه ولا بعد منه أي شيء، باستثناء طبعا في نهاية السطر البرمجي بتحط السيمي كولن، دي نقاط احنا اتفقنا عليه، لكن انت مش محتاج تحط دبل كوتيشنز على الرقم علشان هيتعامل كأنه حاجة تاني خالص. تمام، حلو خالص. حضرتك عارف ان الجافا سكريبت بتتعامل مع الأرقام عادي، يعني أنا لو عملت مثلا var 1 راح يطلع 1، فار 1.3 راح يطلع فار بالسالب، راح يطلع بالنيجاتيف، بالنيجاتيف ولو كان برضو انتجر راح يطلع ما في اي مشكله. طب القصه ما فيهاش ليميت لموضوع العلامات العشريه ده، لما تيجي لك في ليميت بس عالي شويه، فان شاء الله باذن الله اي رقم تحطه تجري عليه اي عمليه ان شاء الله باذن الله يطلع الناتج بتاعه بشكل سليم وبشكل صحيح. ده بالنسبه لي اول جزئيه خاصه بالارقام في الجافا سكريبت، يعني لو عملت كنترول اس دلوقتي المفروض اني بالمناسبه يعني انت عارف اني اخر ناتج ان الناتج طيب لو انا عملت لو انا عملت بلاي يعني الناتج هيطلع ايه، لو انا عملت رايت ايه، انا عملت ريفرش هلاقي الناتج سالب 1.3 بيكون عباره عن اخر قيمه اتحطت في الاسناد، اخر قيمه. انت عارف لو انا اخدت مثلا دوكيمنت رايت ديت بكت وحطيتها مثلا عند السالب 1 بيست وعمل كنترول اس، طبعا هي الاركتكت الدوكيومنت هيشوف طبعا سالب 1 وهينزل تحت طبعا يلاقي ان مفيش اي اوامر اظهار، لان اوامر الاظهار خاصه بقيم الايه والايه، اخر قيمه بتكون عباره عن ايه، بتكون عباره عن سالب 1. انت فاهم القصه ديت، واحنا ايه طبعا ده سمه مشتركه في كل الامور اللي بتشتغل على الويب، وتقريبا في السمه غالبه في كل الاو او بي سواء كان سكريبتنج او بروجرامنج. ماشي جيد، ده بالنسبه لي النوع الاول او النوع الخاص بالارقام. الجانب الثاني كان خاص بالسترينجز، والسترينجز ده الداتا تايب ده بيتعامل مع النصوص، بيتعامل مع النصوص. وبمنتهى البساطة لما تحب تظهر نص في اي جزء من اجزاء المستند كل اللي انت محتاجه بعد ما تعرف بعد ما تعرف المتغير تبعك تسند بدبل كوتيشنز او وان كوتيشن، يعني مثلا انا عامل ما بين دبل كوتيشنز وكاتب علي الامور هتتظبط، او سنجل كيوت ما في مشكله، هي نفس الفكره، طالما الكوتيشنز اللي انت ابتديت بيها هي اللي انت راح تنتهي بيها الامور تمام ما في اي مشكله. طيب حبيت تجوز ما بين الاثنين، انت ابتديت بدبل كوتيشنز خلص بالسنجل كوتيشن وحط في النص الاثنين، حط في النص السنجل كوتيشن السنجل كيوت، يعني لو انا عملت مثلا كنترول سي علشان اظهر الكونتنت بتاع ده فادي كنترول سي اطلع مش عايز ديت دلوقتي، تمام هتلاقي ان اللي راح يظهر معاك ايه، انت عايز تظهر الدبل كوتيشنز، يعني انت في بالك انك طيب ايه القصه، انا عايز احط كوتيشنز في النص، يعني ايه كوتيشنز هتتجري مش هتتحسب مش هتتحط تبع السكريبت، فماشي مش مشكله، لو انت ابتديت بدبل كوتيشنز حط الكوتيشنز اللي انت عايزها خليها سنجل. طيب جميل، طب انا مش عايز الوان انا عايز الاثنين، مش مشكله ابتدي باللي بره بواحد واحط جوه الدبل كوتيشنز. طب ماشي، انت عشان تحل القضيه ديت كلها وتريح دماغك من مساله الكوتيشنز وتشيل الموضوع ده كله اسبجها بالباك سلاش دي، اي سنجل كوتيشن او دبل كوت انت عايز تحطها اسبجها بالفورورد بالباك سلاش ديت يا جماعه. الباك سلاش دي معناها ان الحرف اللي جاي ده ها ده مش تبع السكريبت، ده مش تبع السكريبت، ده مش تبع الكود، تمام كده، فبالتالي مش هيجراك انه جزء من الكود او جزء من السكريبت، فبالتالي ايه انا حاطط هنا وحاطه برضه متاخر. نحب نجرب على ايه، على اخر واحد كده، انا كده كده موجود في اخر واحد، هتلاقي انه حاطط لي الدبل كوتيشنز ليه، لان انا حاطط ما بين كل واحده قبل كل واحده ايه، حاطط قبل كل واحده ايه البتاع بتاعتها او اللي هي
الكود ديت يا جماعه. طيب النوع الثالث بيكون عباره عن البوليان، وكالعاده انت فاهم كويس خالص يعني ايه بوليان، وبوليان ده عباره عن قيمه من 2 يا اما ترو يا اما فولس، والامر ده هنعمل بيه شغل جدا جميل وجدا رائع اللي انت محتاجه عشان تعرف متغير من نوع بوليان. جاست اسند القيمه للقيمه يا اما بول يا اما ترو يا اما فولس، وانسى حبيبي انك تحط دبل كوتيشنز لان ده هيخلي الكلام عباره عن ايه، عباره عن سترنجات. تمام، يعني لو حطيتها كانها ما بين دبل كوتيشنز هتتغير الداتا تايب بتاعتها من 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 كذا من بوليان لحاجه ثانيه خالص. حلو كده، يعني اهو انت دلوقتي موجود المفروض يطلع الناتج ايه، اخر حاجه بتكون عباره عن فولس. لو انا عملت ريفرش دلوقتي المفروض يطلع لي الناتج ايه، يطلع لي الناتج فولس لان ده اخر فاريبل تبعي. حلو، ده من نوع ده النوع ده. حلو، طيب قبل ما ندخل في الاجزاء ديت عايزين نعدي على الكونسول عشان نفهم ازاي نعرف نوع الداتا، يعني نوع الداتا، وده امر صغير بكده في الكونسول يا جماعه. يعني انا موجود دلوقتي في داتا بوليان، هنزل على الكونسول واكتب كونسول دوت لوك، واهو اسمه تايب اوف، هكتب تايب اوف وايه وهبتدي اعمل انتر، هيقول لي دات من نوع بوليان، ده اخر انا كنت واقف عليه اللي هو عباره عن لا. طب خلونا ننوم ده كده ونصحي اللي فوقه اللي هو السترنج، نشيل ده ونشيل ده ونبتدي نعمل كنترول اس ونرجع ونكتب الامر مره تاني بانتر. انا لسه ما عملتش ريلود، طب ماشي نعمل ريلود للصفحه، نطلع باتجاه فوق انتر، هيجيب لك ان ده من نوع سترنج. طيب لو انا طلعت برضو جبتها من فوق خلاص ونورنا السطر ده وحاولنا نجيبها على اول فاريبل خالص، على اول نوع من انواع الداتا تايب خالص اللي هو بيكون عباره عن النمبر، كنترول اس نبتدي نعمل ريلود هناك واتجاه فوق انتر، هتلاقي ان هو من نوع نمبر. دي الطريقه اللي انت بتحاول تعرف بيها انه هو عباره عن نوعه ايه بالظبط. تمام جيد، فينا نكمل كده. كنا وصلنا عند ايه، اتكلمنا عن النمبر واتكلمنا عن السترنج واتكلمنا عن البوليان. طيب عشان انشط الموضوع ادي اهو، لو انا عملت كنترول اس ده من نوع ايه يا جماعه، ده بوليان. ارجع مره ثانيه اعمل ريلود، لو طلعت باتجاه فوق هيقول لي بوليان. لو انا حاولت اتهور واحط ترو ديت ما بين دبل كوتيشنز وعملت كنترول اس اخد ده انا بكت احطه فوق بكنترول اس، رحت عامل ريلود وهطلع انزل تحت على الكونسول واطلع باتجاه فوق واعمل انتر، هيقول لي ان الاي ده بوليان القيمه اللي فيه ترو، فار اي بيساوي ترو، رغم ان هو ترو ازاي طيب وانت حاطه ما بين دبل كوتيشنز. ها تاني اهو نجربها تاني، نعمل ريفريش نطلع باتجاه فوق وطيب اوف اي، هيقول لك ان الاي ده عباره عن بوليان. طيب هي على الرغم ان انت حاططها ما بين دبل كوتيشنز، هو عرف من فين انها عباره عن بوليان؟ ده اللي اثبت لك ان الكلمه ترو ديت محجوزه في قلب مين؟ محجوزه في قلب او من الكيوردات اللي محجوزه عند المتصفح. تمام؟ لو انت طيب يعني انا منوم من فوق كله، لو انت مثلا مش يعني عايز تكتب كلمه ترو كانها ترو، مش يعني انت مش عايز تستهلكها كانها يعني كانها تبع بوليان، انت فيك تكتبها بشكل سليم عادي جدا، لكن لما تيجي تعالجها بعدين ده الامر اللي هيتغير او ده الامر اللي راح يختلف، وهناكد على القواعد ديت ان شاء الله باذن الله، لكن لما يجي وقتها. خلونا نعمل نرجع الكود مكانه، يبقى ده من ضمن الحاجات اللي محجوزه في قلب الجافا سكريبت يا جماعه، موضوع البوليان وموضوع كلمه فار، يعني ما ينفعش تعرف متغير باسم فار طالما فار ديت من الكلمات المحجوزه في قلب اللغه يعني او في قلب السكريبتنج لانجوج. ده النوع الثالث اللي هو عباره عن بوليان. النوع الرابع بيكون عباره عن النل. وطيب في فرق ما بين نل وما بين انديفايند. النل ده عباره عن انت بتعرف متغير بس مش عايز تحط فيه حاجه، يعني ايه؟ انت عايز تحط انت عايز تسيبه فاضي، يعني انت بتعرف متغير بس بتديله اساينمنت بالقيمه نل علشان مش عايزه يبقى انديفايند. يا عم انت بالراحه علينا، هو في ايه بالظبط؟ انت مالك النهارده؟ انا عندي نوعين من انواع المتغيرات في الحاله ديت، يعني الامور المتشابهه النوع نل والنوع انديفايند. انديفايند ده فينا نبدا بيه اهو، لو انا عملت var a ده انا عملت له defining، يعني اللي هو انا عملت له assignment value حطيت فيه قيمه، ما حطيتش فيه قيمه، انا عملت var a بس، فعملت document وطريت a بس، ما عملتش فيه اي حاجه ثانيه. فلو انا رجعت وعملت refresh هيقول لي هو undefined، يعني انت ايه طيب؟ انا ما اعرفش، انت ما قلتليش ده عباره عن ايه، هو برضه عباره عن undefined، فده بالتالي ده مش متحدد له
قيمة جوه منه انا ما اعرفوش عبارة عن ايه، فبالتالي طالما ما اعرفش نوعه ايه مش عارف احط لك جوه منه ايه قيمة افتراضية. حلو كده، ده اللي هو كان عبارة عن ايه، عبارة عن undefined. نقفل الكلام عن undefined ونرجع للنال بقى. النال ده وضع مختلف فيه شوية، ده بقى انت معرف متغير على انه هو نال، يعني انت معرفه على انه هو نال، فبالتالي هو هياخد القيمة نال، يعني هو ما فيهوش حاجة. تمام كده، يبقى ايه انت عايز ترجعه انه يكون ما فيهوش حاجه بس هو متعرف عليه. تمام كده، يعني واخد قيمه، واخد معامل اسناد، واخد برامج، واخد معامل اسناد يساوي قيمته نال. فلو حبيت ترجع كده وتشوف بريفرش هو هيقول لك نال لاني انا ما عنديش حاجه او انا ما فيهوش حاجه، فهيعرفه كان هو عباره عن اوبجكت وديت ايشو في البراوزر نفسه، المشكله في المتصفح. يعني دولت يا جماعه بالنسبه ليه الداتا تايبز الاساسيين في جلب جافا سكريبت. يا رب نكون افدنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.